كيك شوكولاتة مخبوز، مغلف جيلاتين فراولة، كوب كريمة مخفوقة، كوب قشطة، ونص كوب شوكولاتة. هلأ هاي فيها شوية خطوات أكثر من طبقة لأنها فأنتي بلشي بهاي الخطوة اللي هي بدنا نخلط الكريمة المخفوقة مع جيلاتين الفراولة اللي هو مغلف جيلو فراولة. أنا هون دوبت، ممتاز دوبت. أنا هون مدوبة شوكولاتة، أوكي. بدي بس شوي أعمل لها تمبرينج، يعني أبردها شحطة عشان أعرف أشتغل كله فيها. هذا؟ آه كله. أوكي. الحلو بالترايفل كانت نادين حابة نعملها بكبير. آه أنا كنت حابة أعملها بواحد كبير، بس حبيت أعملها بكاسات أنا. هم أسهل للأكل يعني. أسهل للأكل وحلو للتقديم. بدي أقطع شوي فراولة. أوكي. هيك رح يصير لونها بينك. خلطيها منيح بس ديري بالك توصحي حالك. يلا. أنا ما أعطيتك. أنا عندي مشاكل بالتخليط. بعرف. عشان هيك أعطيتك تخلطي عشان أحلجي. لا بس أحكي لك شو، أنا كثير خايفة اليوم عليكي عشانك لابسة أبيض والحلقة كلها فراولة. مش مشكلة تتوسخ إذا على الفراولة. إذا على الفراولة. بس محلها. نادين بتحب فراولة بطريقة مو عادية. عندي كيك شوكولاتة عملناه أنا ونادين امبارح، أوريدي مخبوز. أحطه بقاع الكاسة. هلا بنقدر إحنا زي ما قلت نعملها بكبير. هي عادة الترايفل على فكرة بتنعمل بكبيرة، الجوط الكبير. بس أنا عشان هيك تقديمها أربيلي الكاسة الثالثة. أوكي. بنحط، بنقدر نقطعهم قطع، بنقدر هيك يكونوا مفتفتين. طب المهم الكبسة، احكي لي بتخبصش معك؟ على فكرة الكبسة مش كتير سهلة. لا صراحة الصوص والدجاج معها طلع مش بطال يعني زي اللي باكله بالعادة. بس الرز عندي مشكلة فيه لهلا. يعني انت لسه بتمارسي الكبسة مش بس وانت مسافرة كنتي؟ يعني مارستها وانا مسافرة اكثر من مرة بعدين قيست. ما هو شوفي هلا نادين بتحب الاكل. بس نادين بتحب على الجاهز. يعني أنا بشوف نادين لما تيجي عندي، طبعا نادين بس تعرف إني عاملة إشي كوكيز ولا عاملة إشي مخبوز، أي خليلي على جنب، لو مش اليوم بكرة، لو مش بكرة بعد بكرة كنسل البلانز عادي وبنروح بناكل. أوكي. أنا عم بحاول أعمل الشوكلت أول. هلا هاي هلا الستروبري. أنا عشاني أوكي رح أضطر أستخدم إيدي. أنا بغوص بس أشتغل بالحلو، يعني بسرح صراحة. مشكلة الحلو مشكلة؟ كل شفتي قديه في زبدة سكر سكر بس في إشي. لا بس فيه توابع. ولا توابع ولا إشي، راس مالها 3-4 أشهر دايت. بس طب إيش؟ ايش اكثر شيء بتحبي تعمليه اكل يعني؟ غير انه اوكي كبسه بتعرفي تعمليها، بس اي مين انه حلو او مالح. صراحه بحب التشيز كيك بانواعه، بحب اعمله. بتحبي تعمليه؟ بس التشيز كيك المخبوز مش سهل. بعدين حطي لنا من هذا على كل وحده. التشيز كيك المخبوز مش شيء سهل. تقريبا بدك تيجي تساعديني بهاي عشان استني نسيت احط شوكليت شيب كمان. نقدر نحط فيها جواها زاكي بتطلع، بس هيك شوي. اوكي هيك تمام. اخذ عنك انا. خاف اخرب لك منظرها بصراحه. اقول لك شو رح اعمل، بدي احطهم بكيس. هيك. طب احكي لك شو بنقدر نعمل احنا. نقي لنا كم من حبه فراوله ظابطين، بدي احطهم بالكيس. اسهل لي تعملي هيك. كيف أعمل؟ ما عندي مصطلحات الشيف. لا هاي ما في مصطلح، بس إنه تخبط عليكي. شوف ما أحلى ريحتها مع الجلو.
بتعرف انه هاي اول مره انه بخلط الجيلو زي هيك من دون ما استخدم البلندر؟ انه بالمعلقه؟ اه. طب انجاز. الله يرضى علي. بس هالتي مهمه يعني. بتعرفي دائما لما تخلطي شيء مثلا زي جبنه او شيء كثير اسهل لك تكون بمعلقه مش ب مش بال هاي مش بالويسك. بس هاي نظبطها. اوكي شايفه ما احلى شكلهم بيطلع وريحتهم فراوله تشهي. طبعا انا كمان بحب الستروبري فانا مكيفه اليوم. لاحظت هذا امبارح اكتشفت انك بتحبي. امبارح احنا بنحضر للحلقه انا متحمسه انه كثير متحمسه مو شوي وانا بحضر. طيب اخر شيء بس بدي اضيف لمسه قد ايه حلو شكلهم؟ كثير حلو شكلهم وانا مكيفة على الريحة صراحة بس هاي الكريمة كثير جمدت معي. اوكي تمام حطي لنا حبة فراولة على كل وحدة. يب ممكن من فوق كمان. من فوق وممكن كمان نعمل هيك